هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، والطقس هيكون دافي نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. إنما بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. ودلوقتي خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وبقالنا يومين حاسين بشوية برودة كده بالنهار، فطمنينا الجو النهاردة هيكون عامل إيه؟ بالفعل، يمكن احنا امس واول امس كان في حاله من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير، ما بين سقوط امطار وما بين نشاط الرياح وكمان انخفاض في قيم درجات الحراره، وده كان موجود في معظم محافظات الجمهوريه وطبعا طبقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه. لكن من اليوم هتبدا الاحوال الجويه تستقر بشكل كبير، يحصل تحسن كبير في الاحوال الجويه، كتل هوائيه صحراويه تاثر علينا، فبالتالي فرص الامطار هتتلاشى تماما من على كافه المحافظات، وكمان هيكون ارتفاع في قيم درجات الحراره بمعدل 4 درجات عن الامس. فاليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 25 درجه مئويه خلال فتره النهار، هيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس بالشكل الكبير، وده هيخلينا نحس بالدفء في اغلب المحافظات الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى. طقس مائل للحراره في المحافظات الجنوبيه، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده هيكون فتره النهار وتحديدا كمان في فتره الظهيره مع شده الاشعه الشمسي. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعا هيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، وده هيكون محسوس اكثر كمان فتره الليل المتاخر اللي هي فتره الفجر وفتره الصباح الباكر، اجواء مائله للبروده في معظم المحافظات. كمان اليوم متوقع ان يكون في نشاط للرياح في معظم المحافظات الشماليه، وجود نشاط للرياح سرعتها تتراوح ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، ممكن يحسسنا بانخفاض قيم درجات الحراره فترات المساء وساعات الليل، وكمان هيحسسنا او هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه خاصه في الاماكن المكشوفه. الاحوال الجويه اللي فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره مكمله معانا كمان بكره الخميس ان شاء الله، ترجع تاني قيم درجات الحراره مع يوم الجمعه والسبت بشكل تدريجي يحصل فيها انخفاض. الحاله الجويه دي بيحصل دايما او في الوقت ده من السنه بيحصل دايما تقلبات جويه حاده وسريعه وتغير في درجات الحراره والاحوال الجويه ما بين يوم للتاني، فمهم جدا متابعه الجيده للنشرات الجويه، لان احنا خلاص هنبدا فصل الربيع اللي معروف بتقلباته الجويه الحاده والسريعه والتباين الكبير في قيم درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل. الاجواء هيحصل فيها بروده تاني وانخفاض في قيم درجات الحراره خلال الاسبوع اللي جاي، فمهم جدا ناكد على كل الساده المواطنين عدم تخفيف الملابس، استمرار ارتداء الملابس الشتويه على مدار اليوم كله وخاصه فترات الليل وفترات الصباح الباكر، مرضى الفتحه الصدريه والجيوب الانفيه. طبعا الربيع موسم الاتربه، فبالتالي مهم جدا النهارده كمان نرتدي الكمامات واحنا خارجين ونتابع النشرات الجويه بسرعه يوميه. طب قولي لنا يعني اهم الملامح الجويه اللي احنا ممكن نعيشها مع فصل الربيع السنه دي. هو طبعا فصل الربيع معروف دايما بالفصول الانتقاليه اللي دايما بينقلنا من البروده وانخفاض قيم درجات الحراره في فصل الشتاء لارتفاع قيم درجات الحراره في فصل الصيف، عشان كده هنلاقي النص الاول من فصل الربيع دايما بيحصل فيه تقلبات جويه وحالات عدم استقرار وبيكون لسه في بعض الاجواء الشتويه. النص الثاني من فصل الربيع درجات الحراره فيه بتتجه نحو الارتفاعات، بتبدأ الاجواء فيه الصيفيه بتظهر بشكل كبير. كمان الربيع معروف بوجود المنخفضات الصحراويه او رياح الخماسين اللي بتيجي نتيجه وجود منخفض جوي على الصحراء الغربيه، فبالتالي بيكون في اتربه ورمال مثاره بشكل كبير في فصل الربيع. معظم مصادر الكتل الهوائيه بتكون كتل هوائيه صحراويه، فهنلاقي في اختلاف في قيم درجات الحراره بشكل كبير بين فترات النهار وفترات الليل في اليوم الواحد وفي الاسبوع الواحد، وزي ما قلت في الاول هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه. يعني لو حسينا بارتفاع في درجات الحراره برضو الناس تفضل لابسه تقيل. على الاقل في النص الاول من فصل الربيع، يعني احنا على الاقل في النص الاول من فصل الربيع هنفضل الملابس الشتويه موجوده معانا، وخاصه فترات الليل الامراض كمان بتنتشر في الفتره دي بشكل كبير بسبب التباين الكبير طبعا وجيوب الانفيه. بالظبط، ومرضى الحساسيه الصدريه كمان والجيوب الانفيه خلوا بالهم. الربيع كمان معروف ان احنا بنسجل فيه اعلى درجه حراره على مدار العام كله، لكن ما بنحسش بيها نتيجه انخفاض نسب الرطوبه، يعني احنا احيانا في فصل الربيع بنسجل قيم درجات حراره بتتجاوز ال 45 درجه مئويه، ده فصل الربيع وخاصه في النص الثاني من فصل الربيع، لكن ما بنحسش بيها او ما بنحسش بالارتفاع دي زي فصل الصيف بسبب انخفاض نسب الرطوبه.
بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على كل المعلومات اللي قلتيها لنا النهاردة عن فصل الربيع. ودلوقتي تعالوا المشاهدين نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 25 والصغرى 16، العاصمة الإدارية 25-15، اسكندرية 25-14، والعلمين الجديدة 25-14، مطروح 24-13، ودمياط 24-11، بورسعيد 24-11، الإسماعيلية 26-12، السويس العظمى فيها 25 والصغرى 12، العريش 26-11، وكاترين 19-8، وطابة 21-15، حلايب 24-19، وشلاتين 26-18، شرم الشيخ 26-17، الغردقة 26-18. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 26 والصغرى 12، بني سويف 26-12، الوادي الجديد 26-13، وأسيوط 27-11، سوهاج 27-13، وقنا 27-13، الأقصر 27-14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 28 والصغرى 14. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. وعلى طول هنروح لجمانة ومصطفى نكمل معهم فقرات. شكرا لك يا لبيب. شكرا لك.